حتى عند هجومه على المسيحية لم يتوقف هتلر عن استخدام الرموز الدينية عن تلك القدرة الغامضة التي اختارته من بين جميع الناس في مهمة مقدسة لقيادة ألمانيا. كان يدعو تلك القدرة بالقدوس وفي أحيان أخرى بالرب. وبعد الأنشلوس أو ضم النمسا إلى ألمانيا عندما عاد هتلر منتصرا من فيينا عام 1938 ذكر الله في خطابه المبتهج ألبسه شخصية القدرة هذه اقتباس: أؤمن بأنها إرادة الله بأن يرسل صبيا إلى المملكة ويتركه ليكبر ويرفعه ليكون قائد الأمة ليتمكن من إعادة أرض وطنه إلى المملكة، نهاية الاقتباس. وعندما نجا بعجوبة من حادث الاغتيال في ميونخ في شهر تشرين الثاني 1939 حمد هتلر تلك القدرة المقدسة لإنقاذه بأن جعلت سبب إنقاذه وتغيير برنامجه يومها. اقتباس: أنا الآن مسرور تماما أن ترك البرجر بروغيلر بوقت أبكر من المعتاد كان تعزيزا لرغبة تلك الرعاية العليا كي أصل هدفي، نهاية الاقتباس. بعد فشل هذا الهجوم قام بطريرك ميونخ الكاردينال ميشيل بول بافر أمر بأن يتلى دعاء تي ديوم في كاتدريائيته اقتباس لشكر الرعاية الإلهية باسم الأب راشية لنجاة القائد، نهاية الاقتباس. بعض أتباع هتلر وبدعم من جوبلز لم يخفوا الرغبة في أن يؤسسوا دينا مستقلا مبنيا على الفكرة النازية، والنص التالي مكتوب من قبل رئيس نقابة التجار يعطي شعورا بأنه نص دعاء وقانون الإيمان حتى أن خاتمته تذكر الإله المسيحي الرب. اقتباس: أدولف هتلر، نحن متعاضدين معك وحدك، نريد أن نجدد عهدنا الآن في هذه الأرض. نؤمن فقط بأدولف هتلر، نؤمن بأن الفكر الاجتماعي الوطني هو الذي سيحفظ شعبنا، نؤمن بأن الله في السماوات هو الذي خلقنا، الذي قادنا ووجهنا وباركنا، ونؤمن بأن هذا الإله الرب أرسل أدولف هتلر لنا وذلك حتى تصبح ألمانيا القاعدة المتينة إلى الأبد، نهاية الاقتباس. يقول ريتشارد دوكنز، يذكر جوناثان كلوفر في كتابه المميز والمرعب الإنسانية تاريخ الأخلاق في القرن العشرين يير يونيفرسيتي بريس 2001 التالي: الكثيرون قبلوا بتلك الثقافة الدينية عن ستالين التي تم صياغتها من قبل كاتب ليتواني. اقتباس: اقتربت من صورة ستالين، أنزلتها من الجدار ووضعتها على الطاولة وتأملت بها وتمرنت روحيا عليها بينما رأسي مسجى بين يدي. ماذا سأفعل؟ وجه القائد باعث على السلام كالعادة بعينيه صافيتين اللتين تخترقان كل المسافات. إنني أشعر وكأن نظرته تخترقني في غرفتي الصغيرة هذه وتنطلق لتحتضن العالم أجمع مع كل شريان وكل عصب مع كل قطرة دماء في جسدي. أستشعر أنا في هذه اللحظة بأن كل شيء اختفى من الكون إلا هذا الوجه المحبوب والغالي، نهاية الاقتباس. هذا الشكل من التعبد المزيف يبدو شديد القباحة في كتاب كلوفر عندما نقرأ مباشرة بعده عن جرائم ستالين البشعة. ستالين كان ملحدا وهتلر من المحتمل أنه لم يكن كذلك، لكن حتى لو كان فإن المهم في حوارنا حول تدين ستالين وهتلر هو محور محدد وبسيط، وهو بأن بعض الملحدين يفعلون الشرور ولكنهم لا يفعلونها باسم الإلحاد. ستالين وهتلر فعلوا العظيم من الشرور باسم العقيدة والتلقين الماركسي وما يماثلها باسم نظرية الأجنبية الناس اللا علمية والمحبوكة بهذيانات فاغنرية. لكن الحروب الدينية حصلت بسبب الدين وتكررت كثيرا عبر التاريخ، ولا أذكر أي حرب حصلت تحت اسم الإلحاد. ولماذا تحصل؟ ربما يكون الدافع للحرب طمعا اقتصاديا أو طموح سياسي أو تعصب عرقي أو عنصري أو انتقام أو شكوى أو بدافع من الإيمان الوطني بحق الأمة والقناعة التي لا تتزعزع بأن الدين الذي يؤمن به البعض هو الدين الصحيح الوحيد، وبدعم من كتاب مقدس يكرس اللعنة بوضوح ضد كل كفار وأتباع الديانات المنافسة حتى الموت، ويتوعد المقاتلين في سبيل الله بجنة الشهداء. سام هاريس كالعادة يصيب كبد الحقيقة في كتابه نهاية الإيمان. اقتباس: إن خطر الدين هو في أنه يجعل من إنسان عادي وطبيعي على جني ثمار الجنون واعتبارها
من المقدسات، لأن كل جيل جديد من الأطفال يلقن بأن ما يطرحه الدين لا يحتاج لأي نقاش لإثباته، كما هو الأمر في الطروحات الأخرى. الحضارات لا تزال مهددة بجيوش اللاعقلانية. نحن وحتى اللحظة نبرر قتل بعضنا البعض من خلال إشارة إلى كتابات قديمة. من كان يعتقد بأن شيئا مأساويا كهذا يمكن أن يحصل نهاية الاقتباس. من ناحية أخرى، من الذي سيخرج للحرب بسبب عدم الإيمان بشيء ما؟ الفصل الثامن، ما هي مشكلة الدين؟ ما سبب كل هذه العدوانية؟ الدين أقنع الناس بأن هناك رجلا خفيا يعيش في السماء ويراقب كل ما تفعل في كل لحظة من كل يوم، وهذا الشخص الخفي لديه لائحة بعشرة أشياء لا يريدك أن تفعلها، وإن فعلت أيا من تلك العشرة فإن لديه مكانا خاصا مليئا بالنار والدخان والحريق والتعذيب والألم، وسيرسلك لهناك حيث تعيش وتعاني وتحترق وتختنق وتصيح وتصرخ إلى أبد الآبدين وإلى نهاية الأزمان، ولكنه يحبك طبعا. جورج كارلن. أنا بطبعي، يقول داكنز، لست ذلك الشخص الذي يحب المواجهة، ولا أظن أن العداء طريقة مناسبة للوصول للحقيقة، وأرفض بشكل مستمر الدعوات لأن أشارك في مناظرات. دعيت مرة لمناظرة مع مطران في منطقة يورك في أدنبرا، شعرت بالاعتزاز لتلك الدعوة وقبلتها، وبعد النقاش كتب الفيزيائي المتدين راسل ستانرد رسالة أدرجها في كتابه التخلص من الله، ووجهها لصحيفة الأوبزيرفر اقتباس تحت العنوان اللامع الله يأتي بالمرتبة الثانية أمام عظمة العلم. كتب مراسلكم لشؤون العلم يوم الأحد الموافق لعيد الفصح دونا عن باقي الأيام كيف أن ريتشارد دوكنز وجه إصابات بالغة فيما يتعلق بالفكر لمطران منطقة يورك في نقاشهما عن العلم والدين. لقد قرأنا عن ملحدين مبتسمين بتعجرف حصلوا على 10 أهداف مقابل 0 للمسيحيين. نهاية الاقتباس. يقول دوكنز، ومضى ستانرد بتوبيخه لصحيفة الأوبزيرفر لفشلها في نشر خبر عن لقاء لاحق بيننا نحن الاثنين مع المطران من بيرمنغهام وعالم الفضاء السير هيرمان بوندي في الأكاديمية الملكية للعلوم، والذي لم تخصص له دعاية كافية. لهذا كان بناء أكثر بكثير، أستطيع الموافقة فقط على ما يبديه من سخط تجاه شكلية الدعاية للنقاش لأسباب شرحتها في كتابي القديس الشيطاني، فأنا لا أشارك في مناظرات مع الخلقيين مثلا. بالرغم من عدم محبتي للصراعات، يبدو لي بأني اكتسبت شهرة كمجاهد ضد الدين. الأصدقاء الذين يتفقون معي بأنه ليس هناك إله، والذين يتفقون بأننا لا نحتاج للدين كي نكون صالحين، يتفقون كذلك على أننا قادرون على شرح مصدر التدين والأخلاق بتعابير غير دينية. هؤلاء أتوا إلي بسؤال محير، ما سبب كل هذا العداء؟ ما هي مشكلة الدين؟ هل يسبب فعلا كل هذا الأذى لدرجة أنه يجب علينا فعلا أن نجاهد ضده؟ لماذا لا نعيش ونترك الآخرين يعيشون كما نفعل في حالة برج الثور والعقرب والطالع وخطوط الحياة؟ أليس كل ما سبق وراء لا يؤذي؟ ربما أرد سريعا بأن العداء الذي أمارسه أو يمارسه بعض الملحدين الآخرين تجاه الدين لا يتعدى الكلمات. أنا لا أفكر بأن أفجر أحدا ما أو أقطع رأسه أو أرجمه أو أحرقه على السيخ أو أصلبه أو أحرق بطائرة في ناطحات السحاب التابعة له فقط لأنني لا أتفق مع توجهه الديني، لكن الحديث لا يتوقف عند ذلك عادة، فنسمع حينها شيئا على وزن. ألا يجعل كلامك بهذا الشكل تبدو وكأنك ملحد متطرف، متطرف بطريقتك الخاصة كما هو الحال بالذين تصفهم بالتطرف من ذوي الحزام الإنجيلي؟ وهنا أريد أن أفند هذا الاتهام بالتطرف لأنها تتكرر بشكل أكثر من المتوقع. التطرف وتقويض العلم. المتطرفون يعلمون بأنهم على حق لأنهم قرأوا الحقيقة في كتاب مقدس، ويعرفون مقدما بأنه لا شيء يمكن
أن يحرفهم عن إيمانهم. الحقيقة في كتابهم المقدس تعتبر من البديهيات وليست نتيجة لبرهان عقلي. الكتاب على حق، وعندما تبدو الأدلة وكأنها تناقضه فعندها يجب رفض الأدلة وليس الكتاب. وعلى العكس من ذلك فإن ما أؤمن به كعالم، وعلى سبيل المثال نظرية التطور، فإن ما أؤمن به ليس لأني قرأت كتابا مقدسا بل لأني درست الأدلة، وهذا موضوع مختلف تماما. إن الإيمان بكتب التطور لا يأتي من كونها مقدسة بل لأنها تقدم أدلة كثيرة ومسندة بشكل دامغ. مبدئيا فإن كل قارئ يستطيع أن يفحص الأدلة، وعندما يخطئ كتاب علمي ما فإن شخصا ما سيكتشف الخطأ وسيتم تصحيحه في الكتب التي تليه. شيء كهذا لا يحصل أبدا مع الكتب المقدسة. الفلاسفة وخصوصا الهواة منهم بمعرفة قليلة عن الفلسفة، وبالأخص هؤلاء المصابين بما يسمى بالثقافة النسبية، يأتون بشكوك منهكة عند تلك النقطة، كقولهم إن إيمان العلماء بالأدلة هو بحد ذاته إيمان متطرف. لقد عالجت تلك الفكرة في مكان آخر وسأعيد الفكرة بشكل مختصر هنا. كلنا نؤمن بالأدلة خلال حياتنا مهما صرحنا وتفلسفنا. ولو كنت متهما بجريمة قتل وسألني المدعي العام عما إذا كنت في شيكاغو ليلة الجريمة، فلن أستطيع التملص بالمراوغة الفلسفية. هذا يعتمد على ما تعنيه بكلمة الحقيقة، ولا بالتماس مبدأ النسبية الإنسانية كقولي إنها فقط بمفهومك الغربي عن كلمة في. نستطيع أن نقول أنني كنت في شيكاغو، ولكن قول البنغول لديهم معنى مختلف تماما لكلمة في، واستعمال هذا التعبير ليكون صحيحا فقط عندما تكون مؤهلا لأن تأخذ التبغ من كيس الخصوة المجفف لكف. نهاية الاقتباس. يقول دوكنز: ربما أن العلماء متطرفون عندما يتعلق الموضوع بمعاني تجريدية لكلمة الحقيقة، ولكن ذلك ينطبق على كلنا. أنا لن أكون متطرفا عندما أقول بأن التطور حقيقي أكثر من قولي بأن نيوزيلندا تقع في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية. نؤمن بالتطور لأن الأدلة تدعمها، وسنرفضها بين ليلة وضحاها عندما تظهر أدلة تنفيها. المتطرف الحقيقي لن يقول شيئا كهذا أبدا. من السهل جدا الخلط بين التطرف والعاطفة، ولربما أبدو عاطفيا عندما أدافع عن التطور أمام المتطرفين الخلقيين، ولكن ذلك لا يأتي من تنافس متطرف من جهتي أنا، بل إن ذلك بسبب أن الأدلة الداعمة للتطور قوية بشكل هائل، ورفض خصمي لرؤيتها وغالبا رفضه للالتفات إليها لأنها تعارض كتابه المقدس يصيبني بالخيبة، وعواطفي أجج أكثر عندما أفكر بما يفتقده هؤلاء المتطرفون المساكين وكل من يتأثر بهم. حقيقة التطور والحقائق العلمية العديدة الأخرى ساحرة بشكل رائع وجميلة جدا، ومن المؤسف أن يموت المرء دون أن يدرك ذلك. وبالطبع فإن ذلك يجعلني عاطفيا، وكيف لا، لكن إيماني بالتطور ليس تطرفا وليس إيمانا عقائديا، لأني أعرف تماما ما يمكن أن أغير تفكيري وسأغيره بامتنان عندما تظهر الأدلة الكافية على ذلك. ذلك يحدث في الواقع. لقد ذكرت قصة رجل كبير محترم في قسم دراسة سلوك الحيوانات في أكسفورد عندما كنت طالبا في الجامعة. لسنوات عديدة كان يؤمن ويعلمنا بحماس بأن جهاز جولجي، وهو قسم مجهري من باطن الخلية، لم يكن ظاهرة حقيقية بل نوع من الوهم. بعد ظهيرة كل يوم اثنين كانت العادة أن نستمع لمحاضرة من أستاذ ضيف على الجامعة. وفي إحدى تلك الأيام كان الأستاذ الزائر أمريكيا متخصصا في علم الخلية، وكانت لديه أدلة قاطعة عن أن جهاز جولجي كان حقيقيا. في نهاية المحاضرة تقدم الرجل الكبير من المنصة وصافح الأستاذ الأمريكي بحرارة قائلا بحماس: يا زميلي العزيز، أريد أن أعبر عن شكري لك. لقد كنت مخطئا 15 سنة مضت. حينها صفقنا حتى ازرقت ايدينا. ليس هناك من متطرف سيقول ذلك يوما، وعمليا فلا يفعل ذلك كل العلماء حتى، ولكن كل العلماء يعترفون بهذا التواضع العلمي كمبدأ، على العكس من السياسيين مثلا والذين سيوصفون بالهرب عندما يفعلون شيئا مماثلا. ان ذكريات تلك الحادثة لم تزل تهز مشاعري حتى اليوم. كرجل علم فانا احمل العداء للتطرف الديني لانه يقوم
بالإساءة للمشاريع العلمية بشكل متواصل. إنه يعلمنا أن لا نغير رأينا، ولا يريد لنا أن نتعلم المعلومات المثيرة المتوفرة للمعرفة. إنه يقوض العلم ويستنزف الفكر. وأكثر الأمثلة إثارة للحزن مما أعرف هو الباحث الأمريكي كيرت وايت، والذي يدير مركز الأبحاث عن الأصل في كلية براين في دايتون بولاية تينيسي. وليس من الصدفة أن كلية براين سميث على اسم ويليام جينينغز براين، المدعي العام الذي قاضى أستاذ العلوم الطبيعية جون سكوب فيما يسمى محاكمة القرب عام 1925 في دايتون. كان بإمكان وايز أن يحقق حلم صباه في أن يكون أستاذا للآثار في جامعة عادية، جامعة من أهدافها الحث على الفكر النقدي بدلا عن الفكر الذي يناقض نفسه بوضوح كالذي نراه في موقع كلية براين على الإنترنت، اقتباس فكر نقدي وإنجيلي، نهاية الاقتباس. بالتأكيد لقد حصل على شهادته الجامعية من جامعة شيكاغو، وحصل على درجتي دكتوراه في الآثار وعلم المستحثات من هارفارد، ليس أقل من ذلك، حيث درس تحت إشراف ستيفن جي جولد، ليس أقل من ذلك طبعا. كان مؤهلا واعدا بمستقبل علمي كباحث شاب، وعلى الطريق الصحيح ليحقق حلمه بالتدريس وإجراء الأبحاث في جامعة محترمة. ولكن شيئا مأساويا حصل، لم يأتي من الخارج ولكنه أتى من داخل عقلي، عقل أضعفته وخربته نشأة دينية متطرفة طلبت منه أن يصدق بأن الأرض موضوع دراسته في شيكاغو وهارفارد عمرها أقل من 10,000 عام. هذا ما كان مطلوبا منه. لقد كان أكثر معرفة من أن يتجاهل التناقض بين يديه وعلمه، وهذا التناحر في عقله لم يكن سهلا. في أحد الأيام أتى بمقص وأخذ الكتاب المقدس وبدأ بقراءته من الأول، وهو يقص ويرمي كل جملة يتوجب رميها فيما لو كان العلم صحيحا. في نهاية تلك المحاولة الأمينة بشكل هائل والمتطلبة لجهد كبير، لم يتبع بقى الكثير من كتابه المقدس، بحيث أنه كتب اقتباس بعد التجربة حتى بوجود الهوامش السليمة على الصفحات. وجدت أنه من المستحيل أن ألتقط الكتاب المقدس دون أن ينفرد، وعلي أن أختار بين التطور والكتاب المقدس. أما أن الكتاب المقدس صحيح وأن التطور خاطئ، أو أن التطور صحيح وعلي أن أهمل الكتاب المقدس. وفي ذلك الوقت قررت أن أتقبل كلام الله وأرفض كل ما يتعلق تعارض معه بما فيه التطور. وبذلك وبحزن شديد رميت العلم وآمالي العلمية كلها في النار، نهاية الاقتباس. أجد ذلك محزنا بشكل مؤلم. فبينما قصة جهاز جورجي تملأ عيني بالدموع إعجابا، أجد قصة كيرت وايز مأساة تثير الشفقة، الشفقة لوضاعتها، الأذى الذي سببته لمستقبله المهني وسعادته في الحياة هو من عمل يديه، لم يكن ضروريا، كان من السهل تفاديه. كل ما كان عليه أن يفعله هو أن يرمي الكتاب المقدس أو تفسيره بشكل رمزي أو مجاز كما يفعل رجال الدين. بدلا من ذلك فعل ما يفعله المتطرفون ورمى بالعلم والأدلة العقلانية ومعها كل أحلامه وآماله. كيرت وايز إنسان صادق، صادق بشكل مؤلم، صدق يصيبك بالصدمة، وهذا شيء ربما فريد من بين المتطرفين. أعطيه جائزة تيمبرتون، ربما سيكون متلقيها الأول ذو قلب صادق. وايز يكشف لنا ما يجري في الخفاء في عقول المتطرفين بشكل عام عندما تناقض الأدلة العلمية إيمانهم. لنستمع لخطبته المنمقة. اقتباس: على الرغم من وجود أسباب علمية للتصديق بأن الأرض ذات عمر قصير، فأنا من المؤمنين بصغر عمرها، لأن ذلك ما أفهمه من الكتاب. وكما قلت لأساتذتي في الجامعة سابقا، لو كل أدلة العالم نقضت معتقد الخلق فسأكون أول من يعترف به، ولكنني سأبقى خلقيا لأن ذلك ما يشير إليه كلام الله، وهذا هو موقف، نهاية الاقتباس. يبدو أنه يقتبس من لوثر الذي ثبت أطروحته الدينية بمسمار على باب الكنيسة في فيتنبرغ. ولكن المسكين كورت يذكرنا أكثر بوينستون سميث في قصة 1984 لجورج أورويل، والذي يسعى ويعاني لتصديق أن 2+2 يجب
يجب أن تساوي 5 إذا قال الأخ الكبير ذلك. لكن وينستون كان تحت التعذيب والتفكير المزدوج لوايز لم يأتي من أوامر تحت التعذيب ولكن من أوامر تبدو غير قابلة للنفي من قبل البعض، مصدرها الإيمان الديني الذي يمكن اعتباره هنا كتعذيب عقلي. عدائي للدين قادم لما فعله بكورت وايز، وعندما يكون الدين قادرا على فعل ذلك مع عالم أرض من هارفارد، فكر فقط بما يمكن أن يفعله بآخرين أقل قدرة على التفكير وأقل قابلية على التعقل. التطرف الديني نزعة بدون رحمة لتخريب الثقافة العلمية للآلاف مما لا يحصى من الأبرياء ذوي النوايا الطيبة والعقول الشابة المندفعة. والدين المعتدل اللامتطرف ربما لن يفعل ذلك، ولكن يجعل الطريق ممهدا للمتطرفين عندما يتم تعليم الأطفال منذ نعومة أظفارهم بأن الإيمان بدون شك قيمة عليا. الوجه المظلم للأحكام المطلقة. في الفصل السابق عندما حاولت شرح الانزياح الأخلاقي لروح العصر أدرجت المضامين الواسعة المتفق عليها بين الأحرار المتنورين والشرفاء من الناس. رسمت صورة وردية بالافتراض بأننا جميعا نوافق على تلك الاتفاقيات والبعض منا يتفق أكثر من الآخرين، ووضعت في اعتباري أغلب من سيقرأ هذا الكتاب بغض النظر عن كونهم متدينين أو ليسوا كذلك. ولكن بالطبع ليس الجميع متفقين ولن يكون للجميع الرغبة في قراءة الكتاب. يجب الاعتراف بأن الأحكام المطلقة بعيدة جدا عن كونها ميتة. بالطبع فإنها تتحكم بعقول الكثيرين من البشر في العالم اليوم، والخطورة في معظمها هنا في العالم الإسلامي والحكومة الدينية الأمريكية. انظر كتاب كيفن فيليب بعنوان The Incipient American Theocracy. الأحكام المطلقة في أغلب أشكالها هي نتيجة إيمان ديني قوي وتشكل سببا رئيسيا للفكرة التي تقول بأن الدين يمكن أن يكون قوة شريرة في العالم. إن أحد أعنف العقوبات في العهد القديم هي التي تنفذ بحق الكافر ولا تزال تطبق في بعض الدول. القانون رقم 295 في القانون الباكستاني يفرض عقوبة الموت لتلك الجريمة بين قوسين. طبعا في 18 من آب عام 2001 حكم على الطبيب المحاضر يونس شيخ بالموت لكفره، وجريمته كانت بأنه قال لطلابه بأن محمد لم يكن مسلما قبل أن يخترع ذلك الدين في 40 من عمره. 11 طالبا من طلابه كتبوا عنه تقريرا للسلطات عن مخالفته. قانون الكفر في باكستان يطبق بشكل خاص ضد المسيحيين مثل أغسطين عاشق كان غري مسيح والذي حكم عليه بالموت في فيصل آباد عام 2000. أغسطين مسيح كمسيحي لم يكن مسموحا له بالزواج من حبيبة قلبه لأنها كانت مسلمة، وبشكل لا يصدق لا يسمح في القانون الباكستاني والإسلامي عموما بزواج المسلمة ممن هو غير مسلم، وبالتالي حاول أن يعتنق الإسلام وعندها اتهم بأنه يفعل ذلك لدوافع أخرى. ليس من الواضح في التقرير الذي قرأته بأن تلك كانت هي الجريمة الرئيسية أو أنها كانت بسبب الزعم أنه قال شيئا سيئا عن أخلاق النبي، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر بالتأكيد لا يستدعي عقوبة الموت في أي بلد لديه قانون مستقل عن التعصب الديني. في أفغانستان 2006 حكم على عبد الرحمن بالموت لأنه اعتنق المسيحية. هل قتل أحدا؟ هل أذى أحدا؟ سرق شيئا؟ تسبب بالضرر لأحد؟ لا، كل ما فعله هو أنه غير معتقده بشكل شخصي وداخلي. أصبح تفكيره مختلفا عن التفكير الذي يروق للحزب الحاكم في بلده. ولنتذكر بأن ذلك لم يحدث في فترة طالبان بل في فترة الحرية الأفغانية تحت سلطة حامد كرزاي والذي تسلم السلطة من التحالف الذي قادته أمريكا. السيد رحمن تخلص من الإعدام بعد كل ذلك ولكن فقط بادعائه الجنون وبعد الكثير من الضغوط العالمية أيضا، وهو الآن لاجئ في إيطاليا ليتفادى القتل من قبل المتطرفين المتحمسين لأداء واجباتهم الإسلامية. لا يزال ذلك القانون نافذا في أفغانستان المتحررة بأن عقوبة الردة هي الموت. ولنتذكر هنا بأن الردة لا تعني أي ضرر يلحق بشخص أو أي شيء آخر، إنها فقط جريمة فكرية كما وصفها جورج أورويل في كتابه 1984. والعقوبة الرسمية في القانون الإسلامي هي الموت، وكمثال على تنفيذ ذلك الحكم في
الثالث من أيلول عام 1992 تم قطع رأس صادق عبد الكريم مال الله أمام الجموع في السعودية لأنه اتهم رسميا بالكفر والارتداد. التقيت مرة في برنامج تلفزيون مع السيد إقبال سكراني والذي نوهت عنه في الفصل الأول كونه قياديا للإسلام المعتدل في إنجلترا، وجهته بمدى لا منطقية حكم الردة في الإسلام. حاول التلوي في الردة ولكنه لم يستطع نفيها أو يأسف لها، ظل يحاول تغيير الموضوع قائلا بأنها تفاصيل غير مهمة. هذا الرجل أعطي لقب فارس من قبل الحكومة البريطانية لعمله على بين قوسين علاقات جيدة بين المعتقدات، لكن دعونا لا نمرر على المسيحية جرائمة. ففي عام 1922 وفي بريطانيا حكم على جون ويليامز جود بالسجن لتسعة أشهر مع الأشغال الشاقة لكفره. لقد شبه المسيح بالمهرج وبشكل يكاد لا يصدق. لا تزال العقوبة قائمة في كتب القانون في بريطانيا. في عام 2005 حاولت جماعة المقاضاة محطة البي بي سي بتهمة الكفر لعرضها برنامج جيري سبرينغ أوبرا في الولايات المتحدة. قبعت عبارة الطالبان الأمريكيين تحت السطح لسنين طويلة، وفي بحث سريع في جوجل نجد أكثر من دزينة مواقع قد طرحتها. المختارات التي جمعوها من القادة المتدينين الأمريكيين والسياسيين ذوي القواعد الدينية تصيب بالقشعريرة لتعصب وعنفها الخالي من الرحمة والدناء المشابهة لحركة طالبان الأفغانية وآية الله الخميني والسلطة الوهابية في السعودية. الموقع المدعو الطالبان الأمريكيين مصدر غني بشكل خاص بتلك العبارات البغيضة، وأولها من شخصية تدعى آن كارتر والتي كما قال لي زملاء أمريكيون ليست ساخرة بأقوالها. قالت في مجلة الآريون اقتباس: يجب أن نحتل بلادهم ونقتل زعماءهم ونحولهم للمسيحية، نهاية الاقتباس. يقول دوكنز: آخرون من بينهم عضو الكونغرس بوب دورنن قال: لا تستعمل الكلمة جاي، كلمة تطلق على المثليين جنسيا، إلا في حالة كونها مختصرا لجملة got AIDS yet والتي تعني هل أصابك الأيدز بعد. الجنرال ويليام جي بويكن قال اقتباس: جورج بوش لم ينتخب من أغلبية المصوتين في أمريكا، ولكنه عين في منصبه من الله، نهاية الاقتباس. وعبارة أخرى في معرض الحديث عن قوانين الحفاظ على البيئة من قبل نائب رونالد ريغان للشؤون الداخلية اقتباس: لا يجب علينا حماية البيئة لأن عودة المسيح ويوم الحساب قريبان جدا، نهاية الاقتباس. الطالبان الأفغانيون والأمريكيون مثال جيد على ما يحدث عندما يأخذ الناس كتابهم المقدس بشكل حرفي وجدي. إنهم يقدمون لنا مثالا عصريا عما سيؤول إليه الحال تحت السلطة الدينية للعهد القديم. كتاب كيمبرلي بلاكر قلب التطرف اليمين المسيحي في أمريكا، وهو كتاب مكرس لفضح الخطر من المسيحية الطالبانية، وإن لم يكن يذكر بالذات هذا الاسم في الكتاب.